suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. Interesting. What's he doing? I'm gonna die. الحرب الأمريكية بالعراق موضوع ما تركته السينما العالمية يمر مرور عابر. قدمت عنا كم فيلم ربما هيرت لوكر هو نسخة هوليوود للحرب على العراق. معناه بالعربية خزانة الألم. الفيلم يعرض تفاصيل عاشها العريف جيمس اللي كانت مهمته إبطال العبوات الناسفة والمفخخات والألغام. الفيلم كسب كثير من الجوائز منها الأوسكار الأمريكية والبافتا البريطانية وغيرها. حبايبي حلقة جديدة من برنامج أفلام لن تغادر الذاكرة، أتمنى أن تعجبكم. الفيلم مهم، اللي سبق أن شافوه راح يتفاعلون وياي بهذا التحليل، أما اللي ما شايفين أتمنى أن يشوفوه ويخبروني إذا كنت دقيق بتحليلي لولا. أنتظر آراءكم جميعا. الفيلم من تأليف مارك بوال وهو كاتب مستقل كان يرافق قطاعات الجيش الأمريكي، ومن إخراج الفنانة التشكيلية والسينمائية كاترين بيغلو. تم تصوير الفيلم بالأردن قريب من الحدود العراقية. يعرض لنا السيرجنت ويليام جيمس اللي تم تكليفه بالعمل ضمن فريق تفكيك الألغام بدل عن الرقيب تومسون اللي انقتل بعبوة بدائية الصنع انفجرت به. وبأول مهمة يصر جيمس على أن يقترب بنفسه من العبوة وما يعتمد على روبوت. زميله سام بورن يعتبر هذا تهور، لكن جيمس ينجح بتفكيك العبوة اللي كانت بمبنى الأمم المتحدة ببغداد. بسيناريو أي فيلم طويل وكفعل رئيسي ومجموعة من الأفعال الثانوية، قصة جيمس هنا عندنا هي الفعل الرئيسي، لكن حتى يحقق التنامي وخوض صراعات تحقق الدراما، لأن الدراما هي صراع، لازم يمر بمجموعة من الأحداث الثانوية. اكتشاف جيمس العبوة مزروعة ببطن الصبي خلاه يظن أن الجثة هي للصبي اللي يبيع سيديات وسموه بيكام. هذه الفكرة كان اكو عليها اعتراض من قبل زملائه سامبور والدريج اللي ما كانوا متأكدين انه بيكام، وهذا يعني بالسيناريو اولا فكرة جيمس بالتأكد من بيكام تحولت الى هدف وهو البحث عنه، وموقف زملائه تحول الى معيق لهدف جيمس. خلونا نتفق اولا، ما دام اكو فعل رئيس وافعال ثانوية، اذا اكو هدف اساسي واهداف اخرى. منطقية تسلسل الحدث الثانوي دفعته إلى أن يغامر بأن يؤمر تاجر السيديات اللي يشتغل عند بيكام إلى أن يوصل إلى بيته. الفعل الثانوي نفسه انطانا فرصة حتى نكون انطباع عن جيمس، هو إذن إنساني يهتم بالتأكد من سلامة الصبي. ولاحظوا المعادلة، جندي أمريكي يساوي إنساني، وهذا رسالة مضمرة أراد الفيلم أن يسربها. لما يدخل البيت يلتقي جيمس الأستاذ العراقي نبيل، يسأل عن بيكام، لكن الأستاذ ما يعرف أي شيء عنه ويعتقد بأن جيمس من CIA الاستخبارات الأمريكية. يتعامل وياه كضيف، لكن زوجته تتفاجأ بوجود الأمريكي ببيته فتنزعج وتطرده، وهذا ربما بيشيل من المبالغة. بالسنوات الأولى من الحرب الأمريكية بالعراق مستحيل أن يكون جندي أمريكي قادر على أن يمشي وحده بالشوارع، ومستحيل أيضا أن امرأة عراقية يمكن أن تطرد جندي أمريكي من بيتها. يروحون للتحقيق بانفجار شاحنة بالمنطقة الخضراء، وهذا حدث ثانوي آخر ما زال ما انتهى من حسم الحدث الثانوي السابق. وهذا عادي بالأفلام السينمائية أن ينتقل من قصة ثانوية إلى قصة ثانوية أخرى ويفتح أكثر من خط درامي حتى يعمل فيما بعد على جماعه. يعتمد جيمس على حدث بوجود إرهابيين قرب مكان التفجير، ينفرد عن جماعته بأن يروح يبحث عنهم. يلحق سام بورن وإلدريج يأمرهم أن يبحث كل واحد منهم بزقاب. إلدريج يتواجه ويا مسلحين يقتل واحد ويصاب ويتعرض للاختطاف، وهذا حدث ثانوي جديد. اعترض طريق إلدريج لتحقيق هدفه بالبحث عن الإرهابيين بالزقاق. جيمس وسام بورن يلحقوه بالوقت المناسب ويقتلون الخاطفين. إذن انتهى عندنا واحد من الأحداث الثانوية. لما يرجعون راح نشوف جيمس يبكي بانهيار بالحمام ويغسل بملابسه. هل اعتبر جيمس القتل خطيئة؟ ما اعتقد، لأنه هو مؤمن بأن قتل الإرهابيين. ثاني يوم يشوف بيكهام موجود فيعرف أن الجثة مؤلة. انتهى أيضا حدث ثانوي آخر، ويزجنا بحدث ثانوي جديد لما يروح حتى يعالج حزام ناسف مربوط قسرا حول شخص بريء، لكن يفشل بتفكيك الحزام الناسف فيقتل الرجل. وبطريق العودة يعترف جيمس بأنه ما عاد يقدر على احتمال الضغط، يريد يرجع لزوجته وطفله، وهذه إشارة معروفة أيضا. الفيلم اعتمد على سخونة الأحداث اللي تم تسجيلها بطريقة أشبه بالتسجيلية، واستخدم تقنيات متقشفة ونص مقتضب. استفادت المخرجة بيغلو من وجود آلاف العراقيين اللي كانوا بالأردن بذاك الوقت، فأدى بعضهم أدوار صغيرة وغلب الكومبارس كانوا منهم. كان المقترح أن يتم التصوير بالمغرب، لكن كاترين بيغلو اختارت الأردن لاقتراب ملامح المدينة من المدن العراقية. هذا الفيلم اللي حصل كثير من الجوائز ومنها الأوسكار كان درس بأن الفيلم مو بالضرورة معدات مكلفة وإنتاج ضخم. الفيلم تم تصويره بكاميرا سينمائية 16 ملم، وصورة المخرجة بيغلو بزوايا عديدة حتى تحصل وجهات نظر عديدة. وإذا كانت الأفلام ذات الموضوعات الحربية عودتنا على الكثير من إطلاق الرصاص والتفجيرات، شفناها في فيلم The Hurt Locker محسوبة وما بها أي زيادة. تصرفت المخرجة بيغلو بواقعية مفرطة دون أن تهتم بمجرد الإثارة. الفيلم ركز على ثلاث رجال بأمزجة مختلفة ومضطرين يعملون سوا ومو أي عمل، الحرب والاحتمال الدائم للموت. الفيلم حاول أن يزجنا بلعبة الوثائقية من خلال أسلوب التصوير بالكاميرا المتحركة واللقطات الطويلة، وحاول أيضا أن يوفرنا تشويق عالي أثار فعلا معظم المشاهدين. لكن أنا مثلا كعراقي
عندي خبرة لا بأس بها عن الحرب الأمريكية بالعراق، أقدر أقول بدون تردد بأن الفيلم كان بكثير من الأخطاء والالتواءات الغبية أحيانا على واقع هذه الحرب، لكن كانت المخرجة ذكية بتقديم الشخصية الأمريكية، دوافعها، مشاعرها، أزمتها. لكن فيما يخص الشأن العراقي أنا أعتبرها أنه كانت تحاول تفتعل الواقعية، وبعض مشاهد الفيلم كانت ما لها أي علاقة بالواقع. من بداية الفيلم حاولت المخرجة أن تزجنا بأجواء الحرب، لهذا التمهيد كان مرهص يوحي بتوتر عالي. ما شفنا الشخصية لكن شفنا الحدث، روبوت خاص بالكشف عن القنابل يسير وينقل صورة مشوشة، واضح طبعا أنه تشوش عكس الوضوح، وإذا كان الوضوح يعرض لنا الحقيقة سواء كان الصورة أو حدث فالتشوش يربك دواخلنا ويوفر لنا قدر من التشويق لمعرفة الحقيقة، ولما نعرفها بوضوح راح نفقد التشويق. مجموعة من اللقطات السريعة المتلاحقة والمتغيرة الأحجام كانت كافية لإظهار حالة من الهلع، ونفذت حركات الكاميرا حتى توحي بالوثائقية ما قررتها المخرجة وصل لنا بالحقيقة. من التمهيد احنا كمشاهدين دخلنا بأجواء الحرب. سبق ان قلنا ان الفيلم اهتم بعرض الحدث قبل الشخصية، وحتى نثبت هذا راح نشوف انه بدأ بتعريفنا بالشخصيات بالدقيقة 10 من الزمن الفيلمي حتى يوضح لنا سمات الشخصية الرئيسية جيمس. نشوف اول ما يدخل الى غرفته راح يزيل الخشب اللي مغطين به الشبابيك، الغرض حمايتهم من الشظايف في حال سقطت قنابل المقاومين العراقيين بالمعسكر. زميله يعترض لكن يقول له بان الخشب ما راح يكون فعال اذا سقطت القذيفة من السقف. بصراحة لما سمعت هاي الجملة ضحكت، لان الخشب ما راح يكون فعال بكل الاحوال، بسط شظايا قنبلة هو مجرد خشب مو كونكريت او حديد. المخرجة استخدمت خصائص كثيرة حتى تحقق أكبر قدر من التشويق، وخلونا نحلل واحد من المشاهد حتى نشوف شلون استخدمت هذه الخصائص. بحدث ثانوي آخر يزرع إرهابي عبوة، وإرهابي حسب ما سمى الفيلم راح يقوم تفجيرها من مكان آخر. هدف جيمس أن يبطل العبوة بالطبع من خلال لقطات قصيرة بقطع سريع في مونتاج متوازي بين جيمس اللي يفكك العبوة والإرهابي اللي يتحضر لتفجيرها ينزل بسرعة من طابق مرتفع بناية إلى الأرض، وينتهي المونتاج المتوازي لما يواجه جيمس الإرهابي وجها لوجه. ما وضح إن الفيلم شلون، لكن جيمس عرف بأن هذا الشخص هو المسؤول عن التفجير، ما سوى أي شيء غير أنه عرض عليه الصاعق اللي قام بعزله عن العبوة كإشارة نصر. جيمس ما كان مهتم بشخص الإرهابي لكن كان مهتم بإظهار حالة النصر، وهذا شو أمريكي ربما يكون بيه شيء من الشعرية لكنه بعيد عن الواقع. أغلب مشاهد الفيلم كانت مشاهد قصيرة لكن أكو مشاهد طويلة وطويلة جدا، يعني واحد من المشاهد مثلا طول 14 دقيقة وربما تلاقون مشاهد أكثر. قام جيمس خلاله بإبطال مفعول سيارة مفخخ وضعت بمبنى الأمم المتحدة، كان تنفيذه متقن ومشوق. قطع سريع بالمونتاج، لقطات عامة كان الهدف منها إيضاح جغرافية مكان الحدث. كانت المخرجة تخرج من تسلسل المنطقي للحدث بوضع بعض اللقطات الدخيلة insert، مثلا شاب كان منشغل بتصوير محاولة إبطال القنبلة، كث رجال واقفين فوق مأذنة، إخلاء الناس من المبنى. اللقطات الأكثر تشويق كانت قصيرة وضيقة، مثلا اللقطات الكبيرة close up والمتوسطة الضيقة اللي أظهرت تفاصيل عمل جيمس بتفكيك القنبلة. فيلم موجه أيضا إلى مشاهد أمريكي لها سبب يخلي مسجات تخص الإنسان الأمريكي، عرض الضغوط اللي تعرض لها الجنود الأمريكان وهم يحاربون بأماكن بعيدة عن أرضهم. جيمس عنده طفل وزوجته طلقته، سامبورن عنده حبيبة وتريد منه طفل، كليشات تقليدية ما كانت غايبة عن الفيلم. المقاومين قسات مثلا إلى درجة أن يقتلون الصبي ويخلون ببطنه عبوة ناسفة، والأمريكي يشعر بالغثيان لهاي القسوة ويصحح الجريمة لما يخرج القنبلة ويشيل الجثة بحنية وأسف حتى يدفنها بكرامة، ونشوف العقيل الطيب يتعامل بلين ولطف ويا العراقيين حتى يحصل على تعاطف المشاهدين، لكنه يموت بلغم بدائي وكان قبل هذا أعلم بأنه يحب العراق، وهذا أسلوب تقليدي للحصول على التعاطف ويا الفكرة من خلال الشخص. الكليشة غرست بأذهان المشاهدين صورة العراقي القاسي والأمريكي الإنساني الكيوت. شفنا بالفيلم عدة مشاهد لعمليات خاضها جيمس، والواقع أن الفيلم هو عبارة عن سلسلة من هذه المشاهد. الكاميرا أخذت دور الصحفي المرافق للأحداث، كانت تستعرض الفعل وتحاول تقترب من الفاعل، أقصد الشخصية، لكن ما حاولت أن تغوص بداخله، كان الفعل هو اللي يظهر وهو يقودنا للشخصيات المرتبطة به، وهذا يخليني شخصيا أشعر بأن الفيلم ترجم مقالات الصحفي مارك بوال بأمانة. إذا كان الفيلم نقل بأمانة ما كتبه الصحفي مارك بوال عن الحرب، أنا شخصيا أكاد أجزم بأن مارك بوال هذا ما كان صادق. شفنا جيمس خلال بحثه عن بيكهام وبعد أن يدخل بيت العراق نبيل مثل الشخصية الفلسطيني اللي كان مقيم بالعراق نبيل كوني وتطرد زوجة نبيل، ينزل جيمس للمدينة ويرافق رجل كان يشك بأنه يتجسس لصالح المقاومة على معسكر الأمريكي، ووحدة يداهم بيت ما يعرفه ويهرب بشوارع بغداد وحده بدون أن يتعرض للأذى، وهذا وفق أجندة تلك الفترة يعتبر مستحيل. بالتأكيد أكو اختلاف بين زاوية النظر للأمور بين المشاهد الغربي والمشاهد العراقي أو العربي المطلع على واقع بغداد. ربما المشاهد الغربي تفاعل بحب ويا مشهد يظهر إنسانية الجندي الأمريكي اللي يجازف من أجل سلام الصبي، وربما مشهد مثل هذا دفع اللي منحوا الجائزة الأوسكار أو البافتا أن يشوفون الفيلم يستحق هذه الجائزة. لكن أول شيء انتبه لعراقي إنه البغدادي يضيع بشوارع بغداد الكثير
الكثيرة المتداخلة، فكيف بجندي أمريكي مستهدف من كثيرين؟ مشهد مثل هذا ملفق وغير واقعي تماما. مو مشكلة بهكذا مشهد إذا كان الفيلم صنف نفسه على أنه روائي متخيل، لكن هو على من بداية أنه يريد أن يقدم الواقع. لما عرض الفيلم مهرجان فينيس السينمائي سنة 2008 المشاهدين صفوا قولوا هم واقفين لمدة 10 دقائق. الفيلم حصل أيضا على جوائز كثيرة، أركا، تورنتو، زيورخ، مهرجان دبي السينمائي ومهرجانات أخرى. المخرجة كاتلين بيغلو أول مخرجة تحصل على الأوسكار. حبايبي أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التحليل المختزل لفيلم The Hurt Locker ضمن برنامج أفلام لن تغادر الذاكرة. إلى اللقاء.